شاء الله بشده لا تحدي ينجب. تحدي النهارده اندومي حار بالنسبه ليا وبالنسبه ليهم اندومي عادي مع الشيبس الحار. تحدي النهارده على 50 جنيه ان شاء الله بشده لا اللي هيكسب هياخد ال 50 جنيه بقى الطاقم بتاع الفريق، الاستاذه مريم والاستاذه حبيبه والاستاذ طارق، وان شاء الله نبدا التحدي. حكموا عليا في قلب التحدي ان انا لازم احط الشرطه دي كلها على الاندومي. نبدا التحدي. يا رب بس الدنيا تكون حلوه والشطه ما تكونش عشان دي انا اصلا ما بحبش الشطه، انا اصلا ما بحبش الشطه. ما انت بقى مش عارفين بقى انت بتحبها ولا لا بقى. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ان شاء الله تكتبوا لنا في تعليقاتكم ايه الفكره اللي انتوا عاوزين تقلدوها واحنا ننفذها، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونعمل لكم محتوى جميل ونكون عند حسن متابعتكم ليه. هو ما كانش فيه حاجه بارده عن كده، حاجه تكون بارده عن كده. سيبونا من الشغل بتاع كوري والدنيس اللي هو المشتشت الحوار ده، في حاجات حلوه. ده لسه في هنا حفلة شيبسي، حفلة مشاتشة. الشيبس ان شاء الله هنطبخه برضه في البيت، بس الخلطه بتاعت الحار دي للاسف يعني مش هنعرف نوفقها في البيت الا لما يكون نجيب فلفل سوداني. بيتعمل عجينه زي عجينه الفطير او حاجه كده
اللي هي بتعمل في البيت اللي هي يعتبر المصنعات مع التوابل اللي هي العادية، اللي هو الفلفل الأسمر، الحاجات اللي هي التوابل اللي هي بتدي طعم نفس الطعم بتاع نكهة الدوم. بس هي في الاول وفي الاخر مش هينفع نقسم ال 50، فاقول له خلاص الاول ولا يكسب 50 جنيه. مالي يا ابني؟ بس احنا هنكمل برضه انا وبابا لحد بعد. لا بس هو بس مش على حاجه يعني. الشطه حاجه انا حاسس ان انا شهور كده. بس لولا بس هي هتعمل لنا مشكلة ومولد في الفيديو ده انا كنت طلعتها. اليوتيوب وابشركم بسنه بيضاء.
سنة تقدر بالتحديات، سنة جميلة كلها بالمفاجآت وبدعمكم لينا، وإن شاء الله بإذن الله نقدم محتوى جميل ويعجبكم في العيلة بتاعتنا الكريمة المتواضعة، وكله بدعمكم إن شاء الله. الشيبس الحراق، وان شاء الله مش تلا نقدم لكم فيديو جديد. مع السلامه عليكم، باي باي. يلا قولوا للدابة باي.